طيب اليوم بدنا نحكي عن البوندينج في البولي اتوميك موليكيولز. بشكل عام حكينا عن اللي بدنا نحكي اللي هو البوندينج في البولي اتوميك، يعني اللي هم الذرات اللي اكثر من او المركبات عفوا اللي اكثر من ذرتين. بدنا نحكي عن الكوفالنت بوندينج، وزي ما شفنا في المرات الماضية كوفالنت يعني تساهمي، يعني الرابطة تتكون بمساهمة الذرتين اللي عاملينها. ودائما هاي الروابط الانفولد فيها اللي هم الالكترونات الفالنس الكترونز، وشفنا كيف بنميز الفالنس الكترونز وكيف بنميز الكور الكترونز، وحكينا على السودو كور اللي هم يعتبروا كور الكترونز كمان. وحكينا عن الدي اوربيتلز انه لما يكونوا مليانين، يعني دي 10 دي 10 هذا بيكون ايش؟ كور الكترونز، بيكونوا ستيبل ما بنحسبوا، فقط دي 10 يعني دي 5 دي 6 لا يعتبروا فالنس الكترونز. الان لانه ناخذ ايش في عندنا ايش اسمه الفالنس ستيت، وفي عندنا البروموشن انرجي. الفالنس ستيت هي وصف للجراوند ستيت كونفيجريشن، يعني من نعمل توزيع الكترون مثلا للكربون، فالكربون 1s2 2s2 2p2. لاحظوا في الفالنس ستيت ما بنكتب عادة، يعني بس بنحط الالكترونات اللي هي الفالنس الكترونز. ال 1s2 تبع الكربون ما كتبناه، يعني اللي بيهمني انا فقط اللي هم الفالنس الكترونز اللي هم راح يعملوا بوندينج، هاي بنسميها فالنس ستيت للكربون. الان في شيء كمان عندنا اسمه بروموشن. بروموشن يعني ترجمتها الحرفيه ترقيه، هي انه انا اعطي طاقة للذرة بحيث انه واحد من الالكترونات او اكثر يرتقي في الانرجي، يعني او يرتفع في الانرجي للليفل اللي بعده. والهدف من عملية البروموشن هاي توفير الكترونات مفردة كافية عشان تعمل بوندينج. يعني زي ما راح نشوف احنا قبل شوي حكينا انه الكوفالنت بوندينج هو عبارة عن شيرينج للالكترونز، يعني الرابطة تتكون من كل ذرة تعطي الكترون، فبالتالي هذا الالكترون عشان يعمل بوندينج لازم يكون مفرد عشان يصير له شيرينج زي ما راح نشوف كمان شوي. فالبروموشن يتضمن انه بيكون في عندي انا paired electrons زي هذول، نعطيهم energy، فهذا البيرد الكترون واحد من هذول الالكترونات، مثلا نحكي هذا الالكترون لما نعمل له بروموشن واحد من هذول الالكترونات بيروح على فلك او اوربيتال مكان فاضي في اوربيتال اعلى منه في الانرجي، وهذا اللي بيصير هون. هاي الان بنسميها بروموتد ستيت، وهون سوري هون احنا حكينا هاي الجراوند ستيت، هاي اسمها الفالنس ستيت لانها يعني الستيت اللي راح يعمل منها البوندي المركب، حسب طبعا ايش الرابطه اللي راح تتكون، او حسب زي ما راح نشوف في الامثله وين التوزيع او كيف توزيع الالكترونات لازم يكون عشان هاي الذره تعمل رابطه. ففي حاله الكربون اذا بده يعمل اربع روابط بده يكون، وغالبا هو بيعمل اربع روابط، فبده يكون هاي اسمها الفالنس ستيت لانه هي الستيت اللي راح يعمل منها بوندينج الكربون، لانه الكربون زي ما بنعرف بيعمل اربع روابط مفرده، فاذا الكربون بيعمل اربع روابط مفرده معناته لازم يكون عنده اربع الكترونات مفرده عشان كل الكترون يعمل شيرينج مع الذره الثانيه بالكترون مفرد واحد ويعمل هذول الاربع روابط. فاذا الاربع الالكترونات المفردة هذول بنسميهم، أو هذا التوزيع الإلكتروني بنسميه الفالنس ستيت، لأنه هو اللي راح يعمل أو من هاي الإلكترون كونفيجريشن راح يصير في عندي إيش الروابط.
هاي بسميها البروموتد ستيت او الفالنس ستيت، وعندي الجراوند ستيت اللي هو التوزيع الالكتروني العادي. وطبعا بنحط ممكن نحط الونس 2، بس احنا زي ما حكينا سابقا يعني اكثر من مره ركزنا على هاي النقطه، انه لما يكون في عندي انا كور الكترونز هذول ما بدخلوا في البوندينج، فانا فقط بتعامل لما احكي عن بوندينج بتعامل فقط بالفالنس الكترونز. فهذول الفالنس الكترونز تبعات الجراوند ستيت. ثان البروموتد ستيت او الفالنس ستيت انه واحد من هذول الالكترونات يروح على أوربت الفاضي، بحيث يصير عندي عدد إلكترونات مفردة أكبر، أو خلينا نحكي عدد إلكترونات مفردة مناسب للروابط اللي بده يعملها اللي بده تعملها الذرة هاي. نأخذ أمثلة الـ NH3. نعم تفضلي. إحنا بنعمل التوزيع تبعت الفالنس ستيت علشان نقدر نعرف هاي الذرة كم رابطة بتسوي حواليها. لا، احنا من اللوس ستراكشر بنعرف كم رابطه راح تعمل الذره حواليها، وبناء عليه بنشوف ايش هو التوزيع الالكتروني اللي بده يكون اللي بدنا نشتغل عليه. يعني مثلا ال NH3 بدنا نرسم لوس ستراكشر لل NH3، فبدنا نعد الفالنس الكترونز. طبعا هو مرسوم هي تحت هون، لكن احنا بنشوف كيف رسمناه، يعني عشان في ناس كمان ما بتعرف ترسم لوس ستراكشر. فالN الفالنس إلكترونز العدد، أو شيء الN العدد الذري 7 من الجدول الدوري، يعني 1s2 2s2 2p3. فالفالنس إلكترونز مين؟ هذول 2s2 2p3. هذول الآن إحنا الأوربيتلز تبعات الذرات، وإمكاننا يعني زي ما تعلمنا سابقا مثلا بي اوربيتلز، كل اوربيتل بقدر احط زي هيك خط. لا، بدل الخط هون انا شو مستخدم، او احنا عاده كمان شو بنستخدم، ممكن نستخدم مربع زي هذا المربع بدل الخط يعني، وممكن نستخدم دائره كمان، لكن احنا بدنا ما في مشكله طبعا في استخدام اي من هذول الثلاثه، دائره مربع خط ما في مشكله. الفالنس الكترونز تبعاتي هم 2s2 هياتهم و 2p3. هاي 2s2 2p3، هاي الجراوند ستيت او الفالنس الكترونز في الجراوند ستيت. 2s2 هاي 2s هاي الكترونين، و 2p3 هاي 1 2 3. ولاحظوا الثلاثه بي اوربيتلز هذول عشانهم دي جنريت، شو رسمناهم؟ رسمناهم في صندوق واحد بوكس واحد، قسمناه لثلاث اقسام. لو عندي دي اوربيتلز شو بعمل؟ برسم صندوق واحد وبقسمه لخمس اقسام، هيك الدي اوربيتلز عشان مثلهم بوكسز. هاي طبعا بوكس واحد انه يعني هذول دي جنريت او متساويات في الانرجي. الان اذا هاي توزيع الكتروني للنيتروجين عنده خمسه فالنس الكترونز، يعني النيتروجين خمسه، والهيدروجين 1s1 هاي ال 1s، وفي عندي الكترون. ليش طب انا راسم هون ثلاث؟ لانه احنا عندنا ثلاث هيدروجينات NH3، فهي ثلاثة H، كل واحدة من هذول الهيدروجينات عندها 1s1، يعني هاي هيك تمثل 1 هيدروجين. طيب نرجع الان للوس ستراكشر، بدنا نشوف النيتروجين لما نرسم لوس ستراكشر بناء على الفيسبر كم رابطة بيعمل، لانه من الصيغة هيك مش مبين عندي كم رابطة بيعمل. فانا اول شيء لازم اعمله ارسم لوس ستراكشر، ولوس ستراكشر رسمتي لازم تكون دقيقه عشان اعرف يعني اوضح هاي الدايجرام اذا كان مطلوب مني اني ابين، وهو راح يكون عاده مطلوب هذا الشيء، بس بالعاده باصعب من هاي الشغله اللي رسم البسيطه بيكون مطلوب في الهايبريدايزيشن، لكن هذا اساس يعني للهايبريدايزيشن. المهم نرجع نحكي عن رسمه اللوس ستراكشر. إذا النيتروجين خمسة فالنس إلكترونز، الهيدروجين 1 فالنس إلكترون، وعندي ثلاث هيدروجينات، هاي ضرب ثلاث. توتال كم إلكترون حول عند هذا المركب؟ خمسة زائد ثلاثة هاي ثمانية. فباجي برسم هاي نيتروجين وبحط رابطة مفردة بشبك فيها التيرمينال أتومز،
نيتروجين اكيد هو السنترال اتوم. بعدين بنوفي التيرمينال اتومز للاوكتيت اذا ما كانوا هيدروجين، لانه الهيدروجين توتال بيقدر ياخذ فقط اثنين، فهي عنده اثنين اثنين اثنين. والان انا استخدمت 6 الكترونات من 8 الكترونات تبعاتي، مش 5 زائد 3 يساوي 8 توتال فالنس الكترونز. انا استخدمت الثمانية هذول 6 عشان اكون 3 روابط. الان الالكترونات الزائده واللي بتزيد وين بنحطها؟ على السنترال اتوم. فاذا هذا اللوس ستراكشر تبعي لل NH3 اللي هو مرسوم عندي هون. الان اذا من اللوس ستراكشر، او خلينا نحكي الـ يعني من الرسمه تبعتي، استطيع اني اعرف انه النيتروجين بيعمل 3 روابط مفرده، بيصفي عنده لون بير من الالكترونات، ما بيعمل روابط. فاذا لما اجي هون على ال الفالنس الكترونز تبعات النيتروجين، بشوف كم يعني NH3 معناته بده يعمل، بده يكون عشان يعمل 3 روابط، عشان النيتروجين يكون قادر يعمل 3 روابط مفرده، بده يكون عنده 3 الكترونات مفردات. هو فعليا عنده 1 2 3 مفردات ولون بير، هاي اللون بير موجود في التوس. الان كل الكترون مفرد عن النيتروجين بيعمل رابطه مع هيدروجين، يعني النيتروجين هاي الكترون مفرد هون، بيجي الهيدروجين، الهيدروجين 1s1 هاي الكترون مفرد، هذول الالكترونين المفردات بيعملوا رابطه تساهميه اللي احنا بنرمز لها بالرمز بهذا الخط، هاي 1 2 3 روابط. طبعا زي ما انتم ملاحظين على الرسمه، الالكترونات هون رسمناهم الثلاثه مفردات للاعلى والثلاثه الكترونات المفرده للاسفل، لكن مش راح كثير ندقق لانه هاي باي ديفولت معروفه، يعني انه ما بصير الكترونين لما ندمجهم مع بعض لما يجي يعملوا روابط، الالكترونات كمان لازم يكون السبن تبعهم مختلف، عشان لانهم الان لما يندمجوا مع بعض راح يصير زي اوربيتال بوندنج، فالالكترونات لازم تكون بهذا الشكل، عشان هيك واحد للاعلى وواحد للاسفل. لكن زي ما حكيت مش راح ندقق كثير على هاي المساله. نيجي الان لل CH4. اذا هاي واحده من الرسمات، خلينا نحكي السهله، خلينا نتفرج على CH4 كيف بدنا نشتغل فيه. ال CH4 اذا جينا رسمنا اللوس ستراكشر تبعه راح يطلع معنا بهذا الشكل. اول شيء الكربون العدد الذري 6، فالتوزيع الالكتروني 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2، يعني الفالنس الكترونز 2s2 2p2، هاي 2s2 الكترونين وهاي 2p الكترونين. ولاحظوا البي بنرسم الثلاثه اوربيتلز، ما بنرسم بي واحد، نرسم الثلاثه لانه البي بيجوا مع بعض، ثلاثه بي اوربيتلز وبنعبي فيهم الكترونين، هاي واحد اثنين حسب قاعده هاند. طيب الان لما نيجي نرسم نفس ستراكشر لل سي اتش 4 راح تطلع معنا بهذا الشكل، اربع الكترونات او اربع روابط مفرده حوالين الكربون. هذا شو يعني؟ هذا يعني انه الكربون لازم يكون متوفر عنده اربع الكترونات مفرده عشان يعمل هذول الاربع روابط سنجل بوند. هذول الاربعه نيجي نتفرج على الكربون الجراوند ستيت كونفيجريشن تبعه 2s2 2p2، كم الكترون مفرد هون؟ الكترونين، هاي واحد هاي اثنين. طيب الكربون بيلزم اربع الكترونات مفرده، واحد اثنين ثلاث أربعة، عشان يعمل روابط مع الهيدروجين، لأنه كل إلكترون مفرد راح يرتبط مع هيدروجين عنده إلكترون مفرد واحد فقط، هاي إلكترون وهاي الرابط وهاي إلكترون وهاي إيش الرابط مع الإلكترون تبع الكربون. فالآن عشان نوفر أربع إلكترونات مفردة للكربون بنعمل له إيش؟ بروموشن. فمن سي هاي للسي ستار، الستار هاي يعني انها اكسايتد ستيت، يعني هاي معنى الستار. فبنعمل بروموشن من سي لسي ستار، هاي هي البروموشن انرجي، بروموشن
انرجي. شو بتعمل بروموشن انرجي؟ باخذ الكترون مفرد هون وديته هون، شو صار؟ كم الكترون مفرد عندي؟ 1 2 3 4 اللي هي هاي الان نسميها الفينوس ستيت. الان هاي الفينوس ستيت راح تشبك مع كل واحد الكترون مفرد من الكربون، راح يشبك مع وحده ال1 اس تبع الهيدروجين، بيعمل لي اربع روابط، هاي وحده، هاي ثنتين، هاي ثلاث، هاي اربع روابط. ناخذ كمان مثال او مثالين اصعب شوي. سي ال ان او، بدي ارسم سي ال ان او. عشان ارسم لوس ستراكشر للسي ال ان او بدي اعرف الفالنس الكترونز، الكلور هالوجين العدد الذري 17، يعني 2 8 7، يعني الفالنس الكترونز 7 للكلور. النيتروجين العدد الذري 7 والفالنس الكترونز 5. الاكسجين العدد الذري 8 والفالنس الكترون او الفالنس الكترونز 6. توتال نمبر اوف الكترونز 11 و7 18 الكترون. تمام. الان مركبات زي هاي مش مذكور مين هي الذرة المركزية، ممكن يكون حاكي لي في السؤال، اذا كان مش واضح ممكن يكون حاكي لي في السؤال انه الذرة الفلانية هي الذرة المركزية. اذا مش محطوط، انا بحكي على الام 1 يعني بشكل عام، بدي اعتبر الذرة اللي بالنص هي الذرة المركزية، وعادة الكلور والاكسجين ما بيكونوا ذرات مركزية بالعادة، لكن الهالوجينات بشكل عام ممكن يكون، ممكن يكونوا ذرات مركزية مع الاكسجين ومع فقط، يعني لما يعمل بوندينج مع الاكسجين ومع الهالوجينات، زي مثلا CLF3 في هاي الحالة بيكون مركب CLF3، بيكون CL هو الذرة المركزية، لكن في هاي الحالة النيتروجين هي الذرة المركزية. فبنيجي نرسم هاي الذرة المركزية نيتروجين، عندي 18 فالنس الكترون. الان بشبك الذره المركزيه النيتروجين مع برابطه احاديه واحده مع الكلور من هون ومع الاكسجين من الجهه الثانيه. بعدين بوفي التيرمين الاتومز للاوكتيت، هاي 2 هاي 4 هاي 6 هاي 2 هاي 4 هاي 6، هيك صار عندي 8 و8 16. ظل الكترونين وين نحطهم؟ على السنترال اتوم. خلصنا توزيع الالكترونات، الان بنحول انتباهنا للفورمال تشارجز. الفورمال تشارج الان اول طبعا التوتال نمبر اوف الكترونز للاكسجين حوالين الاكسجين، ها هياته التوتال نمبر اوف الكترونز لاغراض حساب الاوكتيت 8، والتوتال نمبر اوف الكترونز حوالين الكلور لما نيجي نشوف هل عند هاي عندها اوكتيت ولا لا كمان 8. فمن ناحيه اوكتيت الكلور والاكسجين موصلين الاوكتيت. طب الاكسجين، الاكسجين توتال هياتهم توتال نمبر اوف الكترونز 6، يعني مش موصل الاوكتيت الاكسجين، يعني بحاجه انه يعمل دبل بوند عشان يوصل الاوكتيت. هذا النيتروجين. طيب فالنس الكترونز، دائما كقاعدة عامة الأكسجين تكون عاملة رابطة أحادية بتكون نيجاتيف تشارج. ليش نيجاتيف تشارج؟ خلينا نتأكد. إذا حكينا عشان نحسب نشوف يعني ذرة الأكسجين عندها أوكتيت ولا لا، بنعد هذول الإلكترونات كلهم. طبعا الرابط عبارة عن إلكترونين، واحد اثنين، فبتنحسب الرابطة الأحادية إلكترونين، فهي 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا لأغراض حساب مين؟ الأكتت. إذا بدي أحسب فالنس إلكترونز أو بدي أحسب فورمال تشارج، بحسب الإلكترونات فقط هذول اللي بالأزرق اللي حوالين الأكسجين مباشر. كم عددهم هذول؟ 2 4 6 7. والأكسجين المتعادلة توزيع الإلكتروني تبعها أو الفالنس كونفيجريشن تبعها، يعني توزيع إلكتروني السريع، 2 6، يعني عندها 6 فالنس الكترونز. هون كم فالنس الكترون؟ 2 4 6 7، يعني في الكترون زياده، والالكترون الزاد الزياده شو يعني؟ شحنه سالبه واحده. فاذا هون عندي ايش؟
الأكسجين هاي عندها formal charge negative. كمان تب لرسم اللوس استراكشر. هاي أنا قاعد أرسم اللوس استراكشر طلع معي الأكسجين نيجاتيف. طب أنا أصلاً بديت السي إل إن أو المركب اللي أعطاني إياه ما عليه شحنات، يعني ما عليه زي هيك إنه 3 ماينس. فمعناته ما دام في هون نيجاتيف لازم يكون في كمان وحدة هون موجبة عشان تعادل الشحنة. نيجي نتفرج على الكلور. الفالنس إلكترون زياتهم 2 4 6 وهي 1 7 والكلور الفالنس إلكترون 7 إذا هاي الكلور متعادلة. صفة مين عندي؟ النيتروجين. بدي أعد كم فالنس إلكترون أو لأغراض حساب الفورمال تشارج بعد فقط هذول الإلكترونات اللي حوالين النيتروجين مباشرة. هاي 1 2 هاي 3 هاي 4 والنيوترال نيتروجين كم عندها أو النيتروجين اللي مش مشحونة 5 فهي عندها 4 إلكترونات والنيتروجين المتعادل عندها 5 معناته أنا عندي نقص إلكترون عند النيتروجين هاي. نقص إلكترون شو يعني بالشحنات؟ زاد 1. فالآن هيك صار عندي لوس استراكشر إيش؟ ناقص 1 زاد 1 صار لوس استراكشر متعادل. تمام. لكن هيك عرفنا الفورمال تشارجز. الآن النيتروجين ما عندها أكتت، حكينا توتال 6 إلكترونات. فالآن كقاعدة عامة تنطبق على كثير من المركبات، إذا كان في عندك ذرتين جنب بعض واحدة مشحونة شحنة موجبة يعني عندها نقص في الإلكترونات، واحدة مشحونة شحنة سالبة يعني عندها زيادة في الإلكترونات. فالذرة اللي عندها زيادة في الإلكترونات بدها تعطي الذرة اللي عندها نقص في الإلكترونات. هاي قاعدة عامة إلى استثناءات محددة، بنحكي ممكن نحكي في الاستثناءات إذا صح لنا اليوم. إحنا الآن يعني تركيز كله قاعدين نحكي لوس استراكشر لأهميته يعني. فإذا القاعدة العامة لما ترسم هيك لوس استراكشر ويطلع عندك فورمال تشارجز جنب بعض موجب وسالب، من المنطقي جدا إنه موجب وسالب جنب بعض، اوكي السالب بيعطي الموجب، هذا بيصير متعادل وهذا بيصير متعادل وهذا اللي بيصير. فشو بنعمل؟ بيجي هذا اللون بير بدل ما هو لون بير عند الاكسجين بيعمل ايش؟ رابطه مزدوجه. فبصير الاستراكشر كيف؟ هيك، هاي دبل بوند، هاي اكسجين، هاي زوج من الالكترونات وهاي الزوج الثاني، وهاي في زوج من الالكترونات على النيتروجين، وهاي الكلور ظلت زي ما هي ما تغيرت. لان هاي عمليه نقل الالكترونات ما بتغير حساب الاوكتيت للاكسجين، لانه ارجع احسب الاوكتيت كمان مره للاكسجين. هاي رابطتين كل رابطه بالكترونين، هاي 2 4 وهاي 5 6 7 8، لكن اللي بتغير مين؟ الاوكتيت تبع النيتروجين، لانه جاء الكترونات زياده، صار هذول الإلكترونين محسوبين من ضمن الأكتت تبعه. فالنيتروجين لما تحسب لها الأكتت كم رابطة حواليها؟ هاي رابطة تنتين، هاي ثلاث، هاي ست إلكترونات، وإلكترونين هاي ثمان إلكترونات. الفورمال تشارجز طبعا تعادلوا، صارت هاي زيرو وهاي زيرو، لأنه سالب أعطى الموجب. نقدر نرجع نعدهم، هاي الفورمال، هاي الإلكترونات اللي حوالين الأكسجين مباشرة صاروا ستة وستة، هاي نيوترال أكسجين، والإلكترونات اللي حوالين النيتروجين مباشرة صاروا 5 والنيتروجين النيوترال 5. إذن هذا الستركشر ما عليه فورمال تشارجز. كل هاي اللفة عشان نعرف إيش كم رابط حوالين النيتروجين. فالنيتروجين الآن حسب اللوس ستركشر أو الموست ستيبل لوس ستركشر، طبعا هذول الاثنين نسميهم ريزونانس فورمز، مظبوط؟ لكن طبعا لوس ستراكشر بيمثله اللي هو الموست ستيبل ريزونانس فورم، اللي هو اللي تحت اللي هو عليه اقل شحنات. فالان الموست ستيبل ريزونانس فورم النيتروجين عندها رابطه احاديه وعندها مع الكلور وعندها رابطتين
واحدة سيجما وواحدة باي مع الأكسجين. يعني النيتروجين عامل كم رابطة توتال؟ 3. يعني لازم يكون عندها إيش؟ 3 إلكترونات مفردة. وفعلياً النيتروجين عندها 3 إلكترونات مفردة بدون بروموشن. فهون ما عملنا بروموشن للنيتروجين. هاي الـ 1S2 2S2 2P3 زي ما هي. نيجي على الكلور، توزيع الإلكتروني راح ينتهي بـ 3S2 3P5. هذا توزيع الإلكتروني للكلور. يعني راح يكون عند الكلور بهذا الشكل، راح يكون عندها إلكترون واحد مفرد، وهي بتعمل رابطة أحادية مع النيتروجين. إذا واحد إلكترون من هذول الإلكترونات المفردة تبعت النيتروجين بده يعمل رابطة مع الكلور. هياتها هاي رابطة مع الكلور، هاي اللي هي السيجما. الآن طيب النيتروجين الآن بده يعمل بوندينج مع الأكسجين رابطتين، يعني بده يكون فيه إلكترونين من النيتروجين مفردات وإلكترونين من الأكسجين مفردات. وزع توزيع إلكتروني للأكسجين 1s2 2s2 هياتهم 2p4. ال2p4 لما نوزعهم هيك في ثلاثة، مش هذول ثلاثة p أوربتلز، توزع فيهم أربع إلكترونات، هاي 1 2 3، وبرجع بعمل pairing للرابع، فعندي صفة إلكترونين مفردات. الآن هذول الإلكترونين المفردات كل إلكترون مفرد من النيتروجين بيعمل رابطة مع الإلكترون مفرد من الأكسجين. هاي رابطة مثلا سمينا هاي السيجما. إذا الرابطة الثانية شو بده يكون اسمها؟ اللي هي رابطة الباي. فهيك صفة عندي هاي ثلاث روابط، وهاي لون بير جاي في التو اس. ناخذ كمان مثال. اللي هو الـ NO3-. الآن بالنسبة للـ NO3-، نرسم اللوس ستراكشر تبعه. هاي النيتروجين، أول شيء نعد الفالنس إلكترونز. النيتروجين عدد ذري 5، توزيع العدد ذري 7، توزيع الإلكتروني 2 5، هاي 5 فالنس إلكترونز. الأكسجين الفالنس إلكترونز 6 مضروب في 3 18، وعندي إلكترون مفرد أو إلكترون واحد زيادة بدي أضيفه بسبب وجود الماينس تشارج. فإذا صار عندي 6 و18، 6 زائد 18، 24 إلكترون توتل. هاي النيتروجين، هاي 1 2 3، هاي أكسجين أكسجين أكسجين، وفي هذول للأكتت. بدنا نعد التوتال نمبر الإلكترونز، كل مجموعة من هذول زي هيك اللي حطيت عليها دائرة، هاي 8 وهاي كمان 8 وهاي كمان 8، 8 في 3 24. إذا هيك أنا استهلكت الـ 24 إلكترون. formal charges، نيتروجين رابطة مفردة هاي ماينس هاي ماينس هاي ماينس. ليش ماينس؟ لأنه الفيلنس إلكترونز تبعونها هون أو الإلكترونات اللي حواليها مباشرة 7، هاي. والأكسجين المتعادل عندها 6 إلكترونات، فهي عندها إلكترون زيادة عن المتعادل، فإذا لازم يكون عليها ماينس تشارج. الآن بالنسبة للنيتروجين، النيتروجين المتعادل يكون عندها 5 إلكترونات مباشرة يعني حواليها في الفيلنس، هاي عندها 1 2 3، يعني عندها نقص إلكترونين عن المتعادل، يعني زائد اثنين شحنتين موجبات وثلاث شحنات سالبة. معناته الشحنة الكلية للمركب كم؟ ناقص 1، اللي هي على اللويس ستراكشر أو على الفورمولا تبعتي NO3-. طبعا الأكسجينات عندهم أكتت، بينما النيتروجين توتال عندها 6 إلكترونات، فإذا النيتروجين بدها يعني
يجيها إلكترونين من لون بير موجود على الأكسجين عشان يصير عندها توتال 8، وعشان كمان نخفف الفورمال تشارج. طبعا بشكل عام بالكيمياء في طلاب بيعملوا اخطاء شائعه، بدل ما يحرك الالكترونات شو بيعمل؟ بيروح بيحرك الفورمال تشارج، هذا غلط. الفورمال تشارج اصلا هذا ناشئ عن وجود الالكترونات. فلان النيتروجين، انتبهوا معي هون، حكينا قبل شوي لما نرسم لوس ستراكشر ويطلع عندي ذرات موجبة وجنبها ذرات سالبة، فلازم اللي عنده ذو عشان أحصل على لازم عشان إيش؟ لازم عشان أحصل على الموست ستيبل لوس ستراكشر، لازم انه الذرات اللي عندها شحنات سالبة بين قوسين الكترونات زيادة تعطي الكترونات للذرات اللي عندها شحنات موجبة بين قوسين عندها نقص في الالكترونات. هذا ضروري لازم، يعني شو بكيفنا. لكن في شرط يمنع هذا الكلام، اللي هو اني اتجاوز الاوكتيت، ساعتها ما بقدر اعمل هاي الحركه، بس هذا الاستثناء. طيب خلينا نشوف، نطبق هالقاعده. النيتروجين توتال عندها 6، فلو جيت اخذت هذا مثلا اللون بير على الاكسجين هاي اللي فوق وعملت رابطه هيك، شو راح يعطيني؟ هاي نيتروجين، هاي دبل بوند، هاي اكسجين، هاي تو لون بيرز هذول ما استخدمناهم، هاي اللي تحت اكسجين عندها 1 2 3 4 5 6 ونيجاتيف تشارج، وهاي الاكسجين اللي على الشمال 1 2 3 4 5 6 وعندها نيجاتيف تشارج فورمال تشارج. لان طلعنا بوزيتيف تشارج على النيتروجين. صفى عندي الان اول شيء توتال حوالين النيتروجين كم؟ توتال لحساب لاغراض حساب الاوكتيت كم رابطه؟ هاي 1 2 3 4 روابط، وكل رابطه بالالكترونين، فصار النيتروجين عندها اوكتيت هاي 8. لا نيجي الفورمال تشارجز، شحنه سالبه اجت على النيتروجين، معناته النيتروجين او شو الشحنه السالبه راحت لانها الاكسجين الان فقدت الكترون صار عامل رابطه، فهاي صارت النيوترال الاكسجين اللي فوق، وهاي بدل زاد 2 صارت كم؟ زاد 1. بدنا نتأكد من هذا الكلام، نستطيع أن نتأكد. طبعا لان عشان نحسب فيلنس، عشان نحسب فورمال تشارج، بنعد حكينا الالكترونات فقط هذول اللي حوالين الذرة، فهاي الاكسجين 2 4 6 والاكسجين المتعادلة 6، معناته هاي ما عليها فورمال تشارج. النيتروجين هاي الالكترونات اللي بنعدها حوالين النيتروجين مباشره 1 2 3 4، والنيتروجين المتعادل عندها 5 الكترونات، هاي 4 معناته ايش؟ ناقص الكترون عن المتعادل، اذا ناقص الكترون معناته زاد 1. والاكسجين الاكسجينات اللي تحت على الشمال ما صبناهم، ضلوا زي ما هم. الان بيجي السؤال، اوكي يا دكتور حكيت قبل شوي شحنه موجبه جنبها، هاي شحنة موجبة جنبها شحنة، يعني جنبها يعني ملتصق فيها برابطة مباشرة، جنبها شحنة سالبة، اللي عنده شحنة سالبة الذرة اللي عندها شحنة سالبة بدها تعطي، يعني عندها الكترونات زيادة بدها تعطي اللي عندها نقص في الالكترونات. لا لكن حكيت انا ايش الاستثناء؟ انه ان نتجاوز الاوكتيت. ففي هاي الحالة اذا بدي اعمل هاي العملية، انه انا اجي اخذ الكترونين من اكسجين ثانيه واعمل فيهم
عشان أقلل الشحنات. مهم جدا طبعا في اللوس ستراكشر أن يكون أقل إشي شحنات. الآن هذا اللوس ستراكشر الصحيح، لكن إذا بدي يعني إذا ما انتبهت على المسألة هاي إنه هاي موجب وسالب وحكيت أوكي هاي بدنا نعمل كمان عشان نقلل الشحنات، شو راح يصير؟ النيتروجين راح يصير هيك، نيتروجين هاي أكسجين وهاي الدبل بوند الجديدة، فهيك توتال حوالين الأكسجين كم إلكترون؟ حواليها 5 روابط، كل رابطة بإلكترونين يعني 10 إلكترونات، والنيتروجين من عناصر الدورة الثانية يعني لا تستطيع إنها يكون عندها أكثر من 8 إلكترونات. متى هاي لازم الحركة أسويها؟ لو كان، وهذا المثال أنتوا تمرنوا عليه، لو كانت الصيغة بدل NO3- لو كانت PO3-. الآن الفوسفورس كونه دورة ثالثة يستطيع إنه يكون عنده 8 إلكترونات، عفوا أكثر من 8 إلكترونات. فلو كانت هاي فوسفورس والنيتروجين والفسفور في نفس المجموعة يعني لهم نفس عدد الفالنس إلكترونز، الفوسفورس ما عنده مشكلة يكون عنده 10 إلكترونات حواليه، يعني ما عنده مشكلة يعمل فايوليشن للوكتت. ليش؟ الفوسفورس عنده دي أوربيتال يستطيع إنه يتسع الإلكترونات أكثر، بينما النيتروجين لا، لازم يظل هيك الشحنات. بس الفوسفورس لازم إنه نعمل كمان يعني لو كانت بدل النيتروجين هاي فوسفورس لازم أساوي هاي الحركة إني كمان ألغي الموجب والسالب كمان مرة. ليش؟ لأنه ما بهمني كونه فوسفورس، ما بهمني إنه يكون أكثر من 8، ممكن يكون أكثر من 8. هاي بإمكانكم تعملوها في البيت تأكدوا منها الـ PO3-. لأن نرجع للستركشر تبعنا على السريع. فإذا هذا طبعا الستركشر اللي احنا بدينا منه اللي هو الN والثلاث أكسجينات وكل أكسجين حواليها، خلينا نحكي عن ريزونانس ستركشرز بالناش، هاي الإلكترونات تبعاتنا. احنا وحكينا هون زائد 2 وهون ناقص 1 -1 -1. فالآن لما أخذت أنا اللون اخترت أنا حكيت أوكي نعمل نيوتراليزيشن للشارج هاي النيجاتيف بعطي الموجب، أخذت لون بير من الأكسجين اللي فوق وعملت رابطة مزدوجة هون للأعلى فطلع معانا الستركشر هذا. لأن لو أخذت لون بير بدل اللي فوق أخذت لون بير من الأكسجين هاي، شو راح يطلع معي؟ راح يطلع معي هذا الستركشر. لو أخذت لون بير بالأكسجين اللي تحت رح يطلع معي هذا الستركشر. فلان هذول الستركشرز كلياتهم الثلاثة بنسميهم ريزونانس ستركشرز للNO3 ماينس اللي هم بنتجوا أصلاً عن طريق إيش؟ نعم دكتور، بس قطع النت عندي لما حكيت عن الفسفور. ما الفسفور؟ الفسفور يستطيع إنه يكون عنده أكثر من يعني أرسمه PO3- بدل NO3- PO3-. فالفسفور ما بصير يكون عنده موجب وثنتين سالب، فسفور لا، السالب لازم تعطي الموجب. احنا حكينا هون نيتروجين السالب ما بتقدر تعطي الموجب كمان يعني كمان مرة واحدة بس، لو عملنا كمان مرة رح يصير التوتال حوالين النيتروجين 10 وهذا في فايوليشن للوكتت. لذلك النيتروجين بيظلوا هيك عليه شحنة موجبة وجنبه ثنتين أكسجين عليهم شحنات سالبة، بينما الفسفور لا، الفسفور يستطيع أن يكون عنده 10 إلكترونات ما عنده مشكلة. ففي الفسفور نأخذ كمان لون بير ونعمل كمان رابطة مزدوجة. طب ليش عادي يكون عنده 10؟ لأنه دورة ثالثة الفسفور في الجدول الدوري. الجدول الدوري عناصر الدورة الأولى اللي هم الهيدروجين والهيليوم، وبعدين عندنا من الليثيوم لحد النيون، هذول عناصر الدورة الأولى والثانية، هذول يستطيعوا فقط أنهم يأخذوا 8 إلكترونات توتال، لأنه الجدول الدوري أول دورة فيها S orbitals، ثاني دورة فيها P نفتح P orbitals، والدورة الثالثة بنبلش نفتح D orbitals. فلذلك يكون عندي عناصر المجموعة الأولى والثانية فقط يتسعوا ل
8 الكترونات ماكسيمم، لان اي عنصر من الدور الثالث وتحت بتسع لكم 10 اكثر. لا ليش 10؟ انا كيف حكمت انه الدوره الاولى والثانيه، حس انا وانا قاعد احكي كيف حكمت انه الدوره الاولى والثانيه تتسع ل 8؟ ليش يعني ليش حددت الرقم 8؟ لانه الدوره الاولى فيها الاس اوربيتلز مزبوط، والدورة الثانية نفتح فيها الـ P orbitals. طيب الدورة الثالثة شو بنفتح؟ الـ P orbitals، يعني الدورة الأولى S، الـ S كم بيوسع؟ إلكترونين، والدورة الثانية P، الـ P total كم بيوسع؟ 6. فإذا أي عنصر من الدورة الثانية ماكسيمم عنده 8 إلكترونات. طيب الدورة الثالثة شو بنفتح؟ الدي اوربيتال، الدي كم بيوسع؟ 10. يعني معايا لكم؟ ل 18 الكترون. هاي احنا القاعده اللي بنحكيها قبل شوي اللي بنرسم فيها الاستراكشر اسمها الاوكتيت رول، عشان ايش؟ بتحكي على 8 الكترونات ستيبل. وفي عندنا زي ما راح نشوف في الان 2 في عندنا كمان قاعده اسمها 18 الكترون رول، كمان بيكونوا ستيبل اللي هم الترانزيشن ميتلز. إذن هذول بنسميهم resonance structures، والresonance structures زي ما شفنا ينشأوا إنه أنا عملت دبل بوند، ممكن من الأكسجين اللي فوق، ممكن الأكسجين اللي على الشمال، ممكن الأكسجين اللي تحت. وطبعاً أنا أستطيع بين الresonance structures نفسهم إني أتحول من resonance structure لثاني بتحريك الإلكترولات، اللي هي آخر شغلة راح نعملها. يعني مثلاً لو أنا بديت من هذا الresonance structure وبدي أروح على الresonance structure اللي جنبه، أو بدي أطلع ريزونانس ستراكشر ثاني، فأنا أستطيع أن أحرك لون بيرز. طبعاً في ريزونانس ستراكشرز بنحرك فقط، أو ببدأ من لوس ستراكشر اللي أنا كنت بادي منه هون وبحرك، بحصل على هاي وهاي وهاي باختلاف أي إلكترونين بدي أعمل فيهم رابطة مزدوجة. طبعاً ممكن أعمل هيك، يعني أجيب لون بير وأعمل هون دبل بوند. طبعاً هيك صار حوالي النيتروجين 10، فهاي لازم إيش؟ الدبل بوند تطلع للأعلى، فبصير عندي الاستراكشر هيك زي هذا. لما يعني ناتج السهم الحركتين هذول راح يطلع عندي هذا الاستراكشر. لان إذا جبت هذا اللون بير وعمل دبل بوند هون، فنفس الشيء هاي النيتروجين لما عمل دبل بوند راح يصير عليه 10 إلكترونات، فهذولا الدبل الباي بوند بتيجي إيش؟ ترجع هون لون بيرز على الأكسجين هاي، فبحصل على هذا الاستراكشر. او زي ما شفنا انه احنا كيف بنبدا من لوس ستراكشر الاساسي، وبناء عليه نستطيع ان نطلع الثلاث الريزونانس ستراكشرز هذول. مثلا اذا جيت على واحد من هذول الريزونانس ستراكشرز وعملت هيك، يعني انا بالريزونانس ستراكشرز بامكاني احرك الرابطه الباي سواء كانت مزدوجه او تريبل، بس السيجما ما بكسرها ما بنحركها، وبامكاني احرك اللون بيرز. فلو عملت هيك حركت هاي الباي لبرا، رحت الالكترونات حطيتهم على الاكسجين هاي، راح احصل على اي ريزونانس ستراكشر على هذا، راح يصير عندي ثنتين موجب وهون سالب سالب سالب، اللي هو الاستراكشر اللي احنا بدينا منه بالاصل. ولكن حكينا هذا ايش؟ مش فيفربل استراكشر. ليش؟ عليه فورمال تشارجز كثير. دكتور يعطيك العافيه، بكفي هيك اليوم لانه عندي انا كمان اعتقد عندكم محاضرات وانا كمان عندي محاضره. المحاضرة الجاية بنكمل الحكي تبعنا، وممكن نحكي شوي على الامتحان إذا كان في وقت يعني.